السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالبات الصف الأول الثانوي. اليوم بإذن الله تعالى هنبدأ مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية، وهنبدأ مع بعض سورة المطففين. طيب، هنبدأ مع بعض كده مقدمة بسيطة عن السورة وما جرت عليه السورة. طيب، تحدد السورة نوعا من البشر امتلأ قلبه بالبخل والأنانية وسيطر عليه حب المال، فإذا كان له حق عند غيره أخذه كاملا، وإذا كان لغيره عليه حقه حق نقصه في الكيل أو الميزان. فحذرته الآيات من البعث والحساب بين يدي الله تعالى برؤية ذلك مسجلا في صحائف وكتب واضحة. ثم تعرضت الآيات للصالحين وحسن جزائهم يوم القيامة ومظاهر حياة النعيم التي سيعيشونها، وختمت الآيات بموقف المجرمين من هؤلاء الصالحين وكيف سيكون للصالحين القول في النهاية بينما غيرهم يلقون أشد العذاب. طيب، نبدأ مع بعض نقرأ كده سورة المطففين وننتبه مع بعض أثناء القراءة للأحكام ومخارج الحروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين.
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. طب نبدأ مرات كده نشوف بعض الأحكام الموجودة في الآيات. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. طبعا هنا الحكم هنا إضغام إن أنا بأضغم اللام الأولى في اللام الثانية أقرأها كده ويل لي ويل لي ويل للمطففين تمام. طب الذين إذا اكتالوا على الناس شايفين عندي هنا نون مشددة أول ما أشوف حرف أو نون عليها حرف مشدد ده بجيب حاجة اسمها غنة بجيب حاجة اسمها ايه غنة تمام وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. طيب أولئك شايفين عندي لما هنا دي علامة مد خلاص ده هنا مد مد واشف متصل ده بمد كام أربع أو خمس حركات. طيب أنهم مبعوثون ده هنا ايه إضغام أقرأها ازاي أنهم مبعوثون. طيب نفس الكلام هنا عندي هنا في كلمة الناس شايفين عندي نون مشددة بجيب غنة هنا برضو علامة المد كلا ببد أربع أو خمس حركات مد جائز منفصل. طيب ويل يومئذ ده هنا الحكم هنا ايه إضغام ده إضغام بغنة ويل ما قولش ويل يومئذ خطأ ويل يومئذ للمكذبين. طيب شايفين هنا فينا كلا بل شايفين كلمة بل شايفين هنا في حرف سين فوق اللام دي علامة ايه مع دي علامة سكت ان انا عند هذه الآية لازم اعمل سكتة لطيفة خلاص بدون ايه نفس كلا بل رانا تاني كلا بل رانا يعني بقطع الصوت على الحرف اللام بدون ما اخد نفس تمام. طيب هنا وما أدراك هنا برضو هنا مد جائز منفصل همد أربع أو خمس حركات وما أدراك هنا كتاب مرقوم الأضغام قلنا كتاب هقرأها كده كتاب مرقوم وما قلش كتاب خطأ كتاب مرقوم. طيب شايفين عندي برضو نفس الكلام نون مشددة هجيب قلنا إن خلاص الأرائك الأرائك هنا مد همد أربع وخمس حركات رحيق مختوم إضغام رحيق مش رحيق خطأ رحيق مختوم. طيب هنا ختامه مسك شايفين أنا عندي فيه واو صغيرة شايفينها ده اسمه مد صلة صغرى ده ببيت بجيب هنا بعد الهاء واو مادية بجيب واو مادية مادية مقدار حركتين أقرأ زي ختامه مسك لازم أجيب شايفين في واو صغيرة هنا هجيب واو مادية بمقدار حركتين ختامه مسك شايفين نفس الكلام ومزاجه من تسنيم هنا إذا انقلبوا إلى هذه برضه نفس الكلام هنا مد أمد أربع خمس حركات وهنا إلى أهلهم مد جائز منفصل أمد أربع أو خمس حركات. طيب هنا كلمة لضالون ده مد لازم كلمة مثقل همد كام ست حركات همد كام ست حركات أقرأ إزاي لضالون نفس الكلام وما أرسلنا وذكرنا نفس تشبه لها الآيات وما أرسلوا مد جائز منفصل همد أربع خمس حركات نفس على الأرائك ده مد واجب متصل همد أربع أو خمس حركات.
طيب ننتقل إلى تفسير الآيات. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين. خلاص، ما معنى المطففين؟ اللي هم إيه؟ الذين يبخسون في الكيل والميزان. ويل طبعا، ما معنى الويل؟ كلمة عذاب، والويل هو واد في جهنم. اللهم سلم سلم، هو ويل، هو واد في إيه؟ في جهنم. والمطففين، ما معنى المطففين؟ منهما الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني لما يجي يشتروا من أي حد أو اكتالوا من أي حد بياخدوا حقهم كامل، يعني بحقهم يستوفون، يأخذوها إيه؟ بزيادة. طيب، وإذا كالوهم، يعني لو باعوا ليهم أو باعوا لهم أو كالوا لهم يخسرون، يعني بيقللوا في الإيه؟ في الميزان. يعني لما يكون عايزين حاجة ليهم بياخدوها وزيادة، ولما عايزين يعطوا حاجة لحد بينقصوا إيه؟ من إيه؟ من الميزان. ده معنى التطفيف، معنى الإيه؟ التطفيف. طيب، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني اللي بفعلوا هذه الفعلة أو هذا الغش، خلاص إن أنا يظن أنهم مبعوثون يوم القيامة. ليه؟ ليوم عظيم، اللي هو إيه؟ يوم القيامة، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يوم يحاسبون الناس في ذلك اليوم على إيه؟ على كل شيء فعلوه في الدنيا. طيب، قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي إيه؟ لفي سجين. خلاص، كتاب الفجار اللي هو الكتاب ده عبارة عن سجل يدون فيه كتب الفجار من أهل النار. ده موجود فين؟ موضوع في أسفل الأرض السابعة، وده هو مستودع لكتب أعمال الفجار من كفار وفساق والأرواحيب إيه؟ طبعا ده إلى يوم القيامة. طيب، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. ده إيه؟ ده تعظيم لشأن هذا الكتاب، وتعظيم لما يفعلوه هذا الكفار وهذا وهؤلاء الكفار والفجار. طيب، كتاب وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، يعني كتاب مسطور بين الكتابة. ويل يومئذ للمكذبين، يعني يوم العذاب والهلاك بوادي الويل يوم القيامة للمكذبين بالله تعالى وآياته، ولقاء المكذبين بيوم الجزاء والحساب. وما أدراك ويل يومئذ للمكذبين الذين إيه؟ يكذبون بيوم الدين، يعني يكذبوا إيه؟ يكذبوا بيوم الحساب والجزاء والبعث إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وما يكذب به، وما يكذب بهذا اليوم إلا إيه؟ إلا كل معتد أثيم، يعني كل معتد ظالم متجاوز الحد في الطغيان مرتكب الذنوب والآثام. وما يكذب إلا كل معتد أثيم إيه؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني أول ما يسمع آيات الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ هذه آيات مجرد أساطير أو أكاذيب أو قصص السابقين الأولين. طيب، كلا بل رانا، يعني لما هم قالوا كده ده بسبب إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى رانا، يعني غطى على قلوبهم بالذنوب والإيه؟ والمعاصي والآثام. كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم مع ربهم إيه؟ يوم القيامة محجوبون، يعني أبدا لا يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون. وإيه كمان تاني؟ ثم إنهم لصالوا الجحيم، يعني يوم القيامة يقاس عذاب جهنم ويدخلون النار. اللهم سلم سلم، خلاص، ويسطرون إيه؟ بحرها، معذبون فيها بأنواع العذاب. ثم يقال لهم توبيخا يوم القيامة. خلاص، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون، يعني الله عز وجل وعلى أنزله في القرآن الكريم وعلى لسان الأنبياء أن ربنا ذكر لهم كل أنواع العذاب، ولكن كانوا يكذبون إيه؟ بذلك في الدنيا. ماشي، فعندما يقاس حر هذه النار ربنا يذكرهم أي يوبقهم بذلك، ثم يقال لهم إيه؟ ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون إيه؟ تكذبون به في الدنيا. طيب، بعد الله عز وجل ما ذكر حال الفجار والكتاب الذي سطر به أعمالهم، بدأ الله سبحانه وتعالى يذكر حال مين؟ الأبرار. قال تعالى اللي هو طب الأبرار هم المتقين الذين يعملون إيه؟ الصالحات ويعملون الأعمال الطيبة. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. خلاص، طيب، كتاب الأبرار اللي هو الكتاب الذي يسطر فيه إيه؟ أعمال
المؤمنين خلاص ده موجود فين؟ موجود في السماء السابعة ماشي، وموجود في في السماء السابعة. طيب طيب كتاب الأبرار موضوع فيه عليين، كتاب مرقوم بأمان من الله لصاحبه من النار والفوز بالجنة، يشهد مين؟ يشهده المقربون، أي مقرب كل اسم يحضرونه ويحفظون له ويشهدون بما فيه من الأمان، من الأمان لصاحبه من النار والفوز بالجنة. طيب قال تعالى إن الأبرار، شنو إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار إيه لفي نعيم، من يتنعمون إيه بالجنة، يتنعمون بالجنة على الأرائك، على الأرائك ينظرون، يعني الأرائك معناها الأرائك معناها هنا الإيه الأسرة، اللي هي الأسرة، ينظرون إلى إيه، ينظرون إلى ما حولهم وينظرون إلى أصحاب النار، اللهم سلم سلم، ينظرون إلى إيه باستحسان واستعجاب، ينظرون إلى هذا الملك الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، وقد يمتد مسافة 2000 سنة، ينظرون أمامهم إلى مسافة 2000 سنة، وينتهي إليه بصرهم تعرف تعريف في وجوههم نظرة النعيم، يعني ترى في وجوههم خلاص بريق بريق بسبب إيه، بسبب فرحهم بهذه إيه بالنعيم الذي يلقونه في الجنة. طيب وقوله يسقون من رحيق مختوم، مقصود بالرحيق هنا خمر، طبعا ليست كخمر الدنيا خلاص، خمر وهي الرحيق، هي رحيق صافية لا دنس فيها ولا غش، مختوم على ايه، مختوم على هذه الآنية خلاص بختام او بشيء لا يفكها الا هم، ختامه مسك، يعني ختام هذا الشراب بعد ان يشربونه يفوح ايه منه رائحة المسك فهي طيبة الرائحة. بقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي مثل هذا النعيم خلاص يتنافس مين في هذا النعيم، يتنافس كل أصحاب أو كل الذين يعملون الأعمال الصالحة، وكل الذين بعدوا كل البعد عن الشرك وعن قبيح الأفعال. طيب وقوله تعالى ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، ومزاج أيضا هذا الرحيق مزاج من تسنيم، طب التسنيم ده مقصود به هو نهر في الإيه في الجنة، كلمة تسنيم هو إيه، هو عبارة عن عين أو نهر إيه في الجنة. طيب يشرب بها الإيه، عينا يشرب بها المقربون. طيب إن الذين أجرموا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني الذين أجرموا بسبب فعل المعاصي كانوا من مين؟ من الذين آمنوا يضحكون. طبعا مقصود هنا بين الذين أجرموا مين؟ زي أبو جهل، أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاصي وغيرهم ماشي، كانوا من الذين آمنوا، مين الذين آمنوا؟ أقصد بهم بلال وعمار وصهيب وخبيب. طيب دول كلهم كانوا معظمهم من فقراء المؤمنين، وكان الكفار يضحكون ايه عليهم، واذا مروا بهم، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا مروا هؤلاء الكفار بالمؤمنين في شوارع مكه وحول المسجد الحرام بداوا يتغامزون ويتشاورون عليهم ايه استهزاء بهم خلاص، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم، يعني اذا ذهبوا الى اهلهم في بيوتهم انقلبوا فكهين، يعني كانوا ايه يضحكون عليهم خلاص ويعجبون منهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، عندما يروا هؤلاء الكفار المؤمنين قالوا إن هؤلاء المؤمنين لضالون بسبب تركهم إيه دين آبائهم. طيب وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم هو يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون خلاص، يعني هؤلاء المؤمنين الصادقين يضحكون يوم القيامة إيه من الكفار على الأرائك، ينظرون عليهم إيه من الأرائك وأثناء تعذيبهم. هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون، يعني هل أخذ الكفار جزاؤهم يوم القيامة؟ نعم أخذوا، ونشهد بذلك. طيب
طيب شوف كده معنى الكلمات، قلنا ويل معناها هلاك وعذاب، يستوفون يأخذون حقهم كاملا وافيا، يخسرون معناها ينقصون الكيل أو الميزان، ما معنى الفجار اللي هو العصاة الكفار، وإن سجين هو سجين عبارة عن سجين ضخم في أعمال الفجار، مرقوم يعني واضح ظاهر الكتابة، رانا يعني معناها غطى لمحجوبون، ممنوعون من رؤية ربه سبحانه وتعالى، اللهم سلم سلم، نظرة النعيم يعني بهجته بهجته وبريقه، رحيق مختوم، وإن خمر خالصة من الدنس على إنائها ختم لا يفك لغيرهم، تسنيم لو دا عين في الجنة، يتغامزون يشيرون إليه طلبا لما فيه من عيب ونقص، فكهين يعني إيه مستلذين باستخفافهم بالمؤمنين. طيب نشوف كده ما توشي دلال الآيات، إيه اللي استفدناه من الآيات؟ أول حاجة حرمة التخفيف في الكيل والميزان، قلنا حرام الذين يبخلون أو يطففون بالكيل والميزان. اثنين الآية بتتكلم أو تتحدث عن التذكير بالبعث والجزاء يوم القيامة. طيب عظم يوم القيامة، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين ليحكم بينهم ويجزي كلا بعمله خيرا أو شرا. أربعة بيان كتاب الفجار وهو أنه فيه سجين، وسجين هو ديوان تدون فيه سائر كتب الفجار وأهل النار. طب الثناء على الأبرار وبيان ما أعد الله لهم الله تعالى لهم من النعيم. الترغيب في العمل الصالح للحصول على النعيم على نعيم الجنة، قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب انتهيت كده من سورة المطففين، ياريت نرجع تاني نقرأ نسمع الدرس ونفهم الآيات والمعاني ونستفيد طبعا، وطبعا وأهم شيء نعرفه إن أهم شيء مستفاد من سورة المطففين هو حرمة التطفيف. حرمة التطفيف قلنا هو التطفيف الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني لما هم يشتروا من أي حد أو اكتالوا منهم بشيء بياخدوا حقهم زيادة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، لو ما يجي يبيعوا ليهم أو يقتالوا لهم يعطوهم الميدان بتاعهم ناقص. طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.